يستثمر ويعمل خط الانتاج الجديد هنا في مصر. فدي رسالة مهمة نحب ان احنا يعني نوصلها للعالم كله، وده تأكيدا على ان بالفعل برنامج الاصلاح الاقتصادي يعني برنامج ناجح، ودي نتاج ثمار هذا البرنامج، نتاج على ارض الواقع. عشان احنا دايما لما بنتكلم بنقول استثمارات زادت، ناس بتقعد تسأل طب الرقم كان كام، طب زاد